أنا ما أسأل بالأرقام التي أنتم تدفعونها. نعم. ادفعوا 400 مليار. نعم. 600 مليار ما حد دافع من كيسه. أنا أسألكم كجهة تتعاملون، أنتم مقتنعون بالأرقام اللي تطوها الذول المساكين يعيش بيها لو ما يعيش بيها؟ أنتم تقتنعون بهذا؟ أكيد. وإذا كنتم محكومون بقانون رقم 11 أكيد وفق. لماذا لم تعترضوا عليه؟ يا ترى ما تكفي 3 نفرات، يعني نائب ياخذ له 10 ملايين، وزير ياخذ له 15 مليون، مسخم ياخذ له 275. زين ما حد يعرف اكو رب فوق، باكر اكو حساب، هاي مسؤوليه امانه ويا معايير هاي اللي انتم تحكمون بيها لما تقسمون المال العام على الفقراء. بس سردفتهم يا مشرع شريف سوى هاي لكم، وليش ساكتين انتم؟ فهموني. أكيد احنا وفق معطيات السوق وفق معطيات مقتضيات الوضع الاجتماعي، المبالغ اللي تدفع هي لا تسد المستوى المعاشي في هذا الوضع. مسألة العيش او من عدم العيش، هل المبالغ تكفي؟ أكيد وفقا لأسعار السوق، لارتفاع سعر الدولار اصبحت في هذا الوقت هي غير كافية. لكن بالمقابل احنا عدد المشمولين ليست بالقليل، يتطلب اموال. ان شاء الله احنا من خلال الخطوات القادمه اللي وضمن المنهاج الحكومي سيتم زياده هذه الاعانه بشكل سادات الرحمن على الموازنه القادمه. سادات الرحمن، انت عندك نعم. خط مولده بالبيت؟ نعم. لو عندك كهرباء 24 ساعه؟ لا اكيد عندي مولده. ايش كثر تدفع على مولدتك؟ انا عندي مولده صغيره بالبيت، يعني ما ساحب من برا، لان انا لا يوجد لدي سحب. ما يعني انا ما ساحب، انا مولدتي خاصه بس 300,000 دينار. 300,000 دينار انت كمعاون مدير عام او على مولدتك تكفيك بالشهر؟ عزيزي استاذ نجم، احنا اكيد المبالغ لا تكفي، وال300 قليله، ولا يمكن ان نجعل جميع الناس تتساوى بمستوى المعاشي. اكيد يوجد الفقير ويوجد الغني من لديه مصادر اخرى. نعم. الى عاد ليش مسمينها دائره الحمايه الاجتماعيه؟ اذا ذنت الطنهية ما يكفن مولده يا ماي عيني. العدل، وين الحماية الاجتماعية للمواطن؟ وين كرامة الإنسان؟ وين إنسانية الإنسان يا أستاذ عبد الرحمن؟ الحماية الاجتماعية موجود كنظام في كل دول العالم، يدفع المبالغ هي تحمي الإنسان وتوفر له من الغذاء فقط والأمور البسيطة في العيش.